أمي. ماذا؟ قالت لي باربي سأتي إلى المسبح. حقا؟ متى؟ اليوم. أو حسنا، أنتظرها حتى أن تأتي. حسنا، أنا مستعدة لتأتي. ما أتيت يا باربي؟ نعم، سنتعدي إلى المسبح، سأنسى ثيابي وآتي. حسنا. ها قد أتيت يا بنات. أهلا باربي، وأين الآخرين؟ لا أعرف. حسنا. وان تو ثري. إنه البرد، بارد جدا اليوم. نعم، لماذا؟ أو لا أعرف. فعلت الطبخ؟ أو نعم، لقد فعلت الطبخ. ما هذا الماء؟ أنا لقد فعلت هذا الماء، بارد وجميل في هذا الوقت الحار. نعم، إنه جيد في هذا الوقت الحار. لماذا لم تهزي جوليا؟ نعم، لا أستطيع. بارد جدا. نعم أعرف، أعرف ذلك. لقد غلبت. أريد أن أتكوى وأنا في هذا الوقت الحار وفي هذا الشيء البارد. نعم. أحب الشمس جدا. أنا لا يوجد شمس فقط، الجو حار لأننا يعني في الصيف هون. نعم. لقد تعبت يا بنات. أريد أن أنادي أمي. لماذا لا تأتي اليوم؟ أريد أن أناديها. حسنا، سأتصل بأمي. حسنا، لقد اتصلت بها. جيد، ها أنا. أهلا أمي. أهلا عزيزتي. إن الماء بارد اليوم في هذا الجو الحار. أخيرا. نعم أمي، إنها بارد جدا. لقد غلبت. ماذا سنفعل اليوم؟ لماذا الماء بارد؟ لأنهم اسكبوه باردا. للآن إلى البارحة وهو بارد. البارحة أنظف. ليس مثل اليوم. إنه جميل. أنا لا أحد ينهضني، حتى جوليا اهتم بها، لأن أن يوجد اثنان أمهاتان أخيرا ستهتمون بها. حسنا باربي، لا أحد ينهض باربي مثل قايتكم. جوليا عزيزتي، إنها جميلة. جوليا، إنها جميلة. هاي شوكي. ماذا يحدث؟ أين جوليا؟ جوليا عزيزتي، أين ذهبتِ؟ جوليا عزيزتي، أين ذهبتِ؟ لماذا تركوكِ هناك؟ لماذا تنقذها؟ دعوني الآن أنام.
بعد ساعتان من النوم. أوه. ها؟ إنها ساعتان. سآتي سأفعل للطفلة الصغيرة كريمة الشمس. لقد فعلت الآن لها ولي أيضا. وإلسي سأفعل لها لأنها صغيرة ما زالت. يا عزيزتي سأخبي. ونحن قد نسيتكم. لازم نخبي. أنا لا لا لا. ها قد وضعت كريمة الشمس. الآن سأذهب إليهم. سأفعل قفزة عالية وابتعدوا يا بنات. حسنا ابتعدوا. إلا جميع ابتعدي. واحد اثنان ثلاثة. إنها ليس قفزة عالية عالية عالية. واحد اثنان ثلاثة. لسة عالية. أنا عالية. من الورع. أوه نعم. إن انتعك قوية يا أمي. لا أنت مف... المنطقة. حسنا سأذهب لأكشف هذه المنطقة. حسنا أنا أمشي. واو إن التراب جيد اليوم. حسنا سأكتشف قليلا هذه لأنني لا أريد البقاء هناك. أريد أن أكتشف قليلا من الأماكن. أنا لن أكتشفها يوما. واو هذه النبتة جميلة وكبيرة أيضا. جميلة. سننسى أو مثلك تراب. هذه الورقة على شعري. سأعود لأكتشف شيء آخر. واو ما هذا؟ ليس جميلا. واو هذا سوق. كم هي جميلة. هذا سوق. أبيكي. ما بكي؟ أنت مهبولة. مثلا أنا أيضا أريد أكتشف.
إن أمي ذهبت إلى هذه البقعة. واو، إنها جميلة حقا. إنها نبتة كبيرة بسرعة، أريد أن أرى هذه النبتة لأن أحب كثير من النباتات. واو كم هي كبيرة هذه الشجرة. لا أريد إنها رائحة. سنسى أحبط. تعال شوف كذا. نعم، ما بكم أنتم مهابيل؟ ماذا رأيتم لأهبل مثلكم؟ واو حقا سأهبل الآن. الطبيعة دائما اكتشفها. واو هذه النبتة جميلة، انظروا نبتة جميلة. سننسى أهبط. نعم لقد جعلنا مهبولين. حسنا سأذهب. لا أعرف لماذا هبلتم. سأخذ معي البيبي ليرى أشياء. يا إلهي الحياة صعبة. واو إنه جميل، انظروا إنه جميل جدا، أحبه. أتمنى أن أسبح. حسنا سأهبط لأن اكتشفت هدايك من المقابل. أنا قد أتيت مع البيبي. لا يوجد هذا اليوم القادم. إنه ساخن والماء بارد. نعم حسنا لقد انتهت اليوم حلقتنا. لا تنسوا اللايك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة جديدة من أميات باربي. وشاف باربي أيضا. باي باي.